تزهو العقول وتتفتح الأذهان وتزدهر النفوس، بل وتنهض الأمم. المعلم ذاك الذي يخرج من بين يديه عظماء وعلماء وأطباء ورجال دولة. كان لابد من يوم للاحتفاء بالمعلمين لإظهار مدى اهتمام المجتمع بهم، فكان عيدهم في 18 من شهر آذار كعيد المعلم. يصادف في نفس التاريخ الذكرى 100 لمعركة جناق كيلي، حيث انتصر العثمانيون على الحلفاء في واحدة من أكثر المعارك دموية. ولا ننسى أيضاً الذكرى 10 للثورة السورية. كل هذه المناسبات اجتمعت في يوم واحد، مما دفع مركز يونس إمرا إلى إقامة احتفالية في مدينة عزاز بهذه الذكرى. حضر الاحتفالية فرق موسيقية عدة صدحت بأغاني الثورة بأعذب الألحان. كاميرا الفرات وكما عودتكم كانت هناك لتنقل لكم الحدث ولنشارك أيضاً في تكريم بعض المعلمين الأوائل أساتذتنا سابقاً. فصل الربيع من أجمل الفصول، نعرف ذلك جميعاً. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء. ما كنا حب الأسد بدنا الحرية على الهدى نادي يابا على الهدى ليا.